من جانبه دعا آدم إيرلي السفير الأمريكي السابق دعا فرنسا إلى أهمية أن تقوم بتوضيح الغموض إزاء مجموعة من الملفات في المنطقة خاصة في ملف الصحراء المغربية. Sure, that would be great, and it would be a good idea, I think, for France to. سيكون أمرا رائعا وفكرة ممتازة لو قررت فرنسا توضيح الغموض الذي يلف موقفها من قضية الصحراء. ففرنسا من أكثر الدول التي تحاول الإمساك بكل الخيوط، فمن جهة تدعم المغرب ومن جانب آخر لا تريد عزل الجزائر بحكم تاريخها الاستعماري في هذا البلد وعدد الجزائريين المقيمين بفرنسا. لكنني أعتقد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس طرح أمام الأوروبيين الخيار بين العمل مع المغرب بكل ما في ذلك من امتيازات أو الذهاب مع الطرح الآخر. ومن الملفت أن إسبانيا قد حددت اختيارها وهي التي كانت في السابق إحدى الدول ذات الموقف الغامض، لكنهم اقتنعوا اليوم أن مصالحهم الوطنية هي مع المغرب. أنا أعتقد أن فرنسا ربما ستحتاج وقتا أطول للوصول لهذه القناعة لعدة أسباب، لعل أهمها هو علاقتها بالجزائر، وأعتقد كذلك وهذا هو الأمر الأهم أن جلالة الملك محمد السادس غير حسابات عدة دول حين قال صراحة أنه من وجهة نظر المغرب لا مكان للغموض والضبابية تجاه القضايا الوطنية.